الحوطة بحلة جديدة، هكذا تبدو الصورة الآن بعد عامين من تحريرها من ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. بهذه الزينة الجذابة بدأت مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج ملفتة استعدادا لإحياء واستقبال الذكرى الثانية لتحريرها من قبضة الميليشيات، حيث تشهد من خلال هذه التحصينات تحولا جديدا ينتشل واقع المدينة ويعيد إليها ألقها وجمالها. وجموع أبناء الحوطة هنا حضروا أو لبوا الرداء الواجب في تنظيف مدينتهم، وذلك تحضيرا للاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير مدينة الحوطة من عصابات القتل، عصابات الحوثي وعفاش في هذه المدينة. وهي أيضا شعور طيب من أبناء المدينة بأنهم ينظفون مدينتهم بأيدينهم في عيد تحريرها. صورة عكست مدى تمسك أبناء هذه المدينة من خلال العمل الجماعي الذي اشترك فيه مختلف شرائح المجتمع في بادرة يندر حدوثها في ظروف كهذه. هذه المشاركة يجب على كل مواطن أو موظف بتحسين محافظته والعمل الجاد من أجل بنائها. نحن نريد نظافة، نريد عناء بلحق الحوطة من غير إرادة. ادركني معنويا ونفسيا أن أشارك في هذا. مبادرة نسائية أطلقتها جمعية نساء الحوطة بدعم من مؤسسة الأيادي البيضاء وبالتنسيق مع مكتب صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، تعبيرا عن التقدير والعرفان لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، ويعود الفضل لهم في صناعة الانتصار وعودة النازحين والمهجرين إلى مساكنهم. سيتم تنظيف الشوارع من القمامة، ومن ثم سيتم طلاء الفوتبات باللونين الأسود والأصفر، حملة التوعية للمواطنين، ومن ثم سيتم وضع الحاويات في أماكن محددة ورئيسية في المحافظة، وعلى جميع الأخوة المواطنين الالتزام بوضع القمامة في الحاويات. هنا تمتزج الألوان وتختلط مشاعر الفرح في لوحة فنية تعبر عن روعة المدينة التي لم تلقى أي اهتمام، بل ظلت تعاني الحرمان رغم تعاقب السلطات عليها خلال العقود الماضية. مختار شعتل لقناة بلقيس، محافظة لحج.